السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كروشيه جنى. النهارده هنعمل مع بعض شال مثلث بغبزه جديده. الغبزه دي التركيه، هنمشي خطوه بخطوه وان شاء الله تعجبك. الخيوط المستخدمه انا هستخدم في الشال اليز سيميلي، وكمان هستخدم ابره رقم 3. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. نبدأ بسم الله. أول حاجة هنعملها هي عقدة البداية، بعد كده بشتغل 1 2 3 4 5 سلسلة ولفة على الإبرة. بروح أول سلسلة بشتغل عمود، وكده بقى عندي 2 عمود. العمود رقم 3، العمود رقم 4، العمود رقم 5. كده أصبح عندي كم عمود؟ 5 عمود. بعد كده برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف الشغل، وفي نفس العمود بشتغل العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. بعد كده بفوت العمود الثاني، العمود الثالث باخد فيه منظر، باخد فيه حشو. لف على الإبرة، بفوت العمود الرابع، بروح كده. بس بتدخلي داخل العمود بالشكل ده وبتشتغلي العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. كده الدور الثاني خلص. بعد كده هرتفع 1 2 3 سلسلة ولف الشغل، في نفس العمود هياخد 4 عمود، هيصبح عندي بالارتفاع 5 عمود. العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. بعد كده بفوت العمود الثاني، العمود الثالث باخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، بروح الخمس عمدان التانيين، ادي 1 2 التالت باخد حشو. بعد كده لف على الإبرة، شايفين العمود بتاع الارتفاع اهو، بدخل من داخل العمود كده ما بين العمود السلسلة بتاعت الارتفاع والعمدان اهو، وباخد 5 عمود. 1 2 3 4 5. كده الدور الثالث خلص. 1 2 3 سلسلة ولف الشغل، ابتدي الدور الرابع. في اول عمود باخد 5 عمود، الارتفاع كأول عمود، بعد كده العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. بفوت العمود الثاني، الثالث باخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، بروح في الفراغ في الوسط كده باخد حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة، بروح على 5 عمود، الأول الثاني الثالث باخد حشو. بعد كده لف على الإبرة، وبروح هنا بفوت الرابع، وبروح هنا ما بين سلسلة الارتفاع والعمدان، بدخل جوه كده وبعمل 5 عمود. العمود الأول، العمود الثاني،
العمود، الثالث العمود الرابع، العمود الخامس. كده الدور الرابع خلص. بعد كده بارتفع 1 2 3 سلسلة، ودولت كأول عمود في الدور الخامس. وفي نفس المكان باخد العمود التاني والتالت والرابع والخامس، بفوت العمود التاني، بروح العمود رقم 3 باخد حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة، بروح في الفراغ الأول بتاع السلاسل ده باخد حشو ولف على الإبرة. عندي غبزة حشو في الوسط اهي، هاخد فيها 5 عمود. العمود الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده بروح السلسلة الفراغ التاني ده باخد حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة، وعندي هنا 5 عمود. في الآخر بعد 1 2، وفي التالت باخد حشو زي البداية بالظبط. بعد كده لف على الإبرة، شايفين ما بين سلسلة الارتفاع والعمدان بدخل كده وباخد 5 عمود. الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس. كده أنا خلصت الدور الخامس. بعد كده هبتفع 1 2 3 سلسلة، وده أول عمود في الدور السادس. العمود التاني في نفس المكان، العمود التالت، العمود الرابع، العمود الخامس. بعد كده بفوت العمود التاني، التالت باخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، وبروح الفراغ بتاع السلاسل اللي هيقابلنا على طول اخد حشو، لفة على الإبرة. شايفين هنا عندي 5 عمود، العمود الأول هاخد فيه 5 عمود. 1 2 3 4 5. يبقى اشتغلت في العمود الأول 5 عمود، هفوت العمود التاني، التالت هاخد حشو، لف على الإبرة. هفوت الرابع، الخامس هشتغل 5 عمود. يبقى الخامس هشتغل فيه 5 عمود، الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده هروح الفراغ بتاع الخمسة سلسلة اخد حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة، عندي في الاخر هنا 5 عمود، هعد 1 2، وفي تالت عمود هاخد حشو. بعد كده لف على الابرة، ما بين سلاسل الارتفاع والعمدان هدخل واخد 5 عمود. 1 2 3 4 5. وبكده نكون خلصنا الدور السادس. بعد كده هرتفع 1 2 3 سلسلة، ودولت كأول عمود في الدور السابع. وفي نفس المكان هشتغل العمود التاني، العمود التالت،
العمود الرابع العمود الخامس، وهفوت العمود التاني واروح التالت اعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، هروح هنا السلاسل الفراغ بتاع السلاسل هاخد حشو. بعد كده لف على الابرة وفي اول عمود على طول هيقابلني هاخد خمسة عمود، الاول التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده بفوت العمود التاني، العمود التالت رقم تلاتة باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وبروح الناحية التانية شايفين عندي خمسة عمود، هفوت الاول التاني التالت هاخد فيه حشو. بعد كده لف على الابرة افوت العمود الرابع الخامس بشتغل خمسة عمود، العمود الاول العمود التاني العمود التالت العمود الرابع العمود الخامس. بعد كده بروح الفراغ بتاع السلاسل باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، عندي في الاخر خمسة عمود، هعد واحد اتنين وفي التالت باخد حشو. لف على الابرة واخر حاجة عندي سلاسل الارتفاع بدخل ما بينها وبين العمدان وباخد خمسة عمود، الاول التاني التالت الرابع الخامس. وكده يبقى انا خلصت الدور السابع. بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة، وده كأول عمود في الدور التامن، وهلف الشغل وهاخد في نفس المكان الأربعة عمود عشان أكملهم الخمسة عمود بتوعي، العمود التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده هفوت العمود التاني التالت هاخد حشو. بعد كده هاجي اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وهروح في الفراغ بتاع السلاسل اخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، عندي هنا خمسة عمود، هعد واحد اتنين وفي تالت عمود هاخد حشو. وهنا انا بأسس للغرزة الجديدة زي ما عملنا هنا بالظبط. بعد كده لف على الإبرة، شايفين هنا كان عندي غرزة حشو هاخد فيها خمسة عمود، الأول التاني التالت الرابع الخامس. وهروح على فراغ السلاسل هاخد حشو. بعد كده هاخد لفة على الإبرة، شايفين هيقابلني الخمسة عمود التانيين في غرزة الحشو اللي قبل الخمس عمود بالشكل ده، هاخد خمسة عمود عشان أقفل الشكل بتاعي اللي أنا برسمه في الوسط، تالت الرابع الخامس. بعد كده بعد واحد والتاني كده باخد حشو. بعد كده بكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وبروح في الفراغ بتاع السلاسل باخد حشو، بكرر زي الجزء الاولاني بالظبط. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة،
وعندي 5 عمود اللي في الآخر، هعد 1 2 وفي الثالث بدخل وبعمل حشو، لفة على الإبرة، وفي آخر عمود أو في الفراغ بتاع السلاسل الارتفاع باخد 5 عمود، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع، العمود الخامس، وبكده أكون خلصت الدور الثامن. بعد كده 1 2 3 سلسلة وبلف الشغل، وهنبتدي الدور التاسع، وفي نفس المكان هاخد العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع، العمود الخامس، وهفوت العمود التاني والتالت، هاخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، هروح الفراغ بتاع السلاسل الأول هاخد حشو، لفة على الإبرة، شايفين الغبزة بتاعت الحشو اللي في الوسط، هاخد فيها 5 عمود، الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، شايفين بنكرر اهو نفس ال5 عمود اللي خدناهم في غبزة الحشو بنعيدهم تاني فوق. بعد كده بدون سلاسل هروح الفراغ بتاع السلاسل التاني واخد حشو بالشكل ده، 1 2 3 4 5 سلسلة، عندي هنا 5 عمود، هروح في العمود رقم 3 واخد حشو، ولف على الإبرة، عندي ما بين ال5 عمود و5 عمود غبزة حشو في الوسط، هاخد فيها 5 عمود، الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، كده أخدت 5 عمود، عندي 5 عمود هنا شايفين، هعد 1 2 وفي الثالث هاخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، وفي الفراغ الأول بتاع السلاسل هاخد حشو، لفة على الإبرة، عندي هنا غبزة حشو ما بين الفراغ السلاسل وفراغ السلاسل، هاخد فيهم 5 عمود، العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، والرابع، والخامس، هروح الفراغ الأخير بتاع السلاسل هاخد حشو، شايفين بدأت توضح الرسمة ازاي. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح في العمود رقم 3 هاخد حشو، لف على الإبرة، والارتفاع بتاع 3 سلسلة هدخل ما بينه وبين العمدان واخد 5 عمود، الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وبكده خلصنا الدور التاسع. بعد كده هنرتفع 1 2 3 سلسلة، ودولت كأول عمود في الدور العاشر، وفي نفس المكان هاخد العمود التاني والعمود التالت الرابع الخامس، بعد كده بفوت العمود التاني والتالت باخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، وفي أول فراغ يقابلني للسلاسل باخد حشو،
ولفة على الإبرة. شايفين هنا عندي 5 عمود، الأول هاخد فيه 5 عمود، 1 2 3 4 5. خلاص بدأنا نكرر زي ما انتم شايفين، بنفوت العمود الثاني والثالث بناخد فيه حشو. لف على الإبرة، بفوت الرابع والخامس، باخد ايه في 5 عمود، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. بعد كده بروح الفراغ التاني بتاع السلاسل وباخد حشو. كده عملنا بالظبط أساسنا للغرزة زي ما انتوا شايفين هنا، بنكرر نفس الخطوات. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، عندي هنا 5 عمود، هروح في العمود رقم 3 عشان هو الوسط، هاخد حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح في الفراغ السلاسل اللي هيقابلنا على طول واخد حشو. بعد كده لف على الإبرة، عندي 5 عمود، نفس اللي عملناه في الجزء الأول من الدور هنعمله في النص التاني من الدور. هناخد 5 عمود في أول عمود، الأول التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده هروح على طول على عمود رقم 3 هاخد حشو، لف على الإبرة، العمود رقم 5 هاخد فيه 5 عمود، أول التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده في الفراغ بتاع السلاسل باخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، عندي 5 عمود في الآخر، العمود رقم 3 باخد فيه حشو. لف على الإبرة وباخد الـ5 عمود اللي في الآخر زي كل مرة بنفس النمط، هكملهم 5 عمود وارتفع 3 سلسلة والف الشغل وابدأ بـ5 عمود ونبتدي الدور الـ11 ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور العاشر وكمان بدأت الـ11 بـ5 عمود. بعد كده بفوت العمود التاني والعمود التالت باخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح الفراغ بتاع السلاسل اخد حشو. لف على الإبرة، عندي هنا 5 عمود على طول بيقابلوني، أول عمود هاخد فيه 5 عمود، الأول التاني التالت الرابع الخامس. بفوت العمود التاني والتالت باخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، هروح المجموعة التانية بتاعتي 5 عمود، بفوت الأول والتاني والتالت باخد فيها حشو. لف على الإبرة، العمود الخامس هياخد 5 عمود. شايفين الشغل بيكرر نفسه ازاي؟ العمود التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده بروح الفراغ بتاع السلاسل باخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، الفراغ التاني بتاع السلاسل باخد حشو. لف على الإبرة، أول عمود في الخمسة اللي هيقابلوني على طول باخد فيهم 5 عمود، الأول التاني التالت
بابا. الخامس بفوت العمود التاني، التالت باخد فيه حشو. 1 2 3 4 5 سلسلة عند المجموعة التانية بتاعت الخمسة عمود، بفوت الأول والتاني والتالت باخد فيه حشو. لف على الإبرة، العمود الخامس باخد 5 عمود، الأول التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده الفراغ بتاع السلاسل اللي هيقابلني هاخد فيه حشو، وهكرر تاني 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح العمود رقم 3 اخد حشو ولف على الإبرة، هشتغل آخر عمود فيه 5 عمود. بعد كده هبتدفع 3 سلسلة والف الشغل وابتدي ب5 عمود، ونرجع في الدور الـ12. انا كده خلصت الدور الـ11 وكمان بدأت الدور الـ12 بالـ5 عمود. عايزة اقول لكم بس حاجة، معلومة هنا، شايفين كل ما هنوصل بالرسمة بالشكل ده هنبدأ نأسس للغرزة الجديدة. احنا دلوقتي هنبدأ نأسس 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح الفراغ بتاع السلاسل اخد حشو بالشكل ده، 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح العمود رقم 3 اخد حشو. شايفين هنا مكان، هنا ده التأسيس بتاع الغبزة الجديدة، بقى في غبزة هتبقى هنا الدور الجاي. بعد كده لف على الإبرة، وغبزة الحشو اللي أنا واخداها بعد الـ5 عمود هاخد فيها 5 عمود، العمود الأول التاني التالت الرابع الخامس. بالشكل ده هروح الفراغ بتاع السلاسل اخد حشو، لف على الإبرة، شايفين غبزة الحشو اللي انا واخدها قبل الـ5 عمود الناحية دي، هاخد فيها 5 عمود، الأول التاني التالت الرابع الخامس. طب لو انتي هيصعب عليكي تحددي غبزة الحشو اللي قبل 5 عمود، خدي في اول عمود، هي بتطلع نفس الغبزة. طيب بعد كده بفوت العمود التاني وبروح العمود رقم 3 وباخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، عندي فراغ من السلاسل هنا 5 عمود، 5 سلسلة هاخد فيه حشو. يبقى هنا هيبقى فيه ايه؟ غبزة جديدة. يبقى في الأول كان فيه غبزة أسسناها جديدة، وفي الوسط كمان غبزة التانية. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، وهروح في العمود رقم 3 من الـ5 هاخد حشو. يبقى الحشو دايما في الـ5 عمود بيبقى في رقم 3. بعد كده لف على الإبرة، وفي غبزة الحشو اللي بعد الـ5 عمود على طول باخد فيها 5 عمود، الأول التاني التالت الرابع الخامس. الفراغ بتاع السلاسل هاخد فيه حشو، لف على الإبرة، غبزة الحشو اللي قبل الـ5 عمود الجداد، شايفين فين؟ اها، لو هيصعب عليكي توصلي لها، اول عمود ممكن تاخدي فيه وهتبقى نفس الغرزة. العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت، الرابع، الخامس. انا عندي الـ5 عمود، العمود رقم 3 باخد فيه حشو.
بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة في الفراغ بتاع السلاسل الأخير ده باخد حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة. العمود رقم 3 في الخمسة الأخرى بتوع العمدان هاخد حشو، ولف على الإبرة وهاخد 5 عمود. شايفين الفراغ اللي ما بين السلاسل الارتفاع والعمدان؟ بدخل وباخد 5 عمود، وبكده هنبقى خلصنا الدور ال12. هخلص الدور ال12 هعمل 5 عمود وارتفع 3 سلاسل والف الشغل واشتغل اول 5 عمود في اول عمود من الدور ال13 ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور ال12 وكمان بدأت الدور ال13 ب5 عمود في اول عمود، بعد كده بفوت التاني، ودايما التالت بناخد فيه حشو، دايما العمود رقم 3 هو اللي بناخد فيه ايه حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، وفي اول فراغ للسلاسل باخد حشو ولف على الابرة. عندي غرزة حشو هنا واخدينها ما بين السلاسل والسلاسل، هناخد فيها 5 عمود. الاول التاني التالت الرابع الخامس. هروح السلاسل الفراغ التاني وياخد حشو. كده احنا خلاص بدأنا نشتغل بدايات كل غرزة زي ما انتو شايفين، زي ما اشتغلنا هنا زي ما اشتغلنا في الاول. كده احنا خلاص كل شغلنا بدأ يبقى تكرار، 1 2 3 4 5 سلسلة. عندي هنا هيقابلني ال5 عمود، في العمود رقم 3 باخد حشو ولف على الإبرة. الحشو اللي ما بين ال5 عمود وال5 عمود هاخد فيها 5 عمود عشان أقفل الرسمة بتاعتي. العمود التاني التالت الرابع الخامس. خلصت ال5 عمود، هيقابلني ال5 عمود اللي الناحية دي اهم، فرقم 3 باخد حشو. بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، اول فراغ هيقابلني من السلاسل هاخد حشو. لف على الابرة. عندي هنا حشو ما بين الفراغ السلاسل وفراغ السلاسل هاخد فيه 5 عمود، يبقى مكان تاني غرزة هنا، 2 3 4 5. بعد كده فراغ السلاسل هيقابلني على طول هاخد فيه حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، هيقابلني 5 عمود، في رقم 3 باخد حشو. لف على الإبرة. الحشو اللي ما بين ال5 عمود وال5 عمود باخد فيها 5 عمود، التاني التالت الرابع الخامس. هروح في رقم 3 من ال5 عمود، دايما بناخد في العمود التالت هو الحشو. كده انا قفلت الغرزتين بتوعي زي ما انتوا شايفين. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، هروح في فراغ السلاسل اللي هيقابلنا على طول اخد حشو. وانتوا شغالين هتلاقوا لف على الابرة، وانتوا شغالين هتلاقوا الشغل بيكرر نفسه سهل جدا. لف على الإبرة، وهنا الحشو اللي ما بين السلاسل والسلاسل هاخد فيها 5 عمود، يبقى هنا الغرزة التالتة. التالت الرابع الخامس. الفراغ بتاع السلاسل هاخد فيه حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة. العمود رقم 3 باخد فيه حشو
لف على الإبرة وهاخد في آخر عمود 5 عمود. وبكده نكون خلصنا الدور ال13. وبكده هنلاقي كل الشغل بعد كده تكرار بيكرر نفسه. هنعمل النموذج بتاعنا بتاع الشال ونرجع عشان تشوفوا شكل النموذج النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وده النموذج بتاع الشال. يا رب يكون عجبك، لو عجبك اعملي لايك ومشاركة مع الأصدقاء، ولو جديدة معنا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله.